هذا حسن العزيزي وهذا خالد جمال الحسني وهذا سيف الانصاري. نحن من معهد ابو ظبي التكنولوجيا التطبيقيه. نحن الحين مشروعنا عن طرات فيها اوتوسونيك سنسر. اوتوسونيك سنسر ترانسميتر ورسيفر. الترانسميتر يبعث موجات صوتيه، العائق يعكس الموجات الصوتيه فيستلمها الرسيفر، والرسيفر يشغل الدائره والبزر يشتغل ويطلع صوت. المشكله اللي عندنا الحين ان هذه الحساسات ضد مو ضد الماي، يعني اذا حطيناه في الماي بيخترق، لكن الحين احنا نبحث عن سنسر يستحمل الماي وما يخترق. حاولنا نغطيه ببالون لكن ما نجحت. واحد من المشاكل الثانيه ان السنسر بروحه يباله حوالي 12 فولت، وكل بطاريه يباله فيها 0.75 فولت. الحين المصدر الوحيد الطاقه عندنا هو الادابتر اللي موصل على الحيطه. فكرتنا للمستقبل ان نوصل ايباد بالسنسر، تقدر تسجل الرحله وتقدر تشوف شو صاير في الماي عشان ما تضغط